هلو ماي دير ستودنت، اهلا بيكم او طلابي الاعزاء. النهارده هناخد درس جديد في كونسبت جديد. احنا هنتكلم على ليسون 1 كونسبت 1 2 ذا بودي از ا سيستم. اوكي، احنا اخذنا نبذه كده عن السيستمز قبل كده، وعرفت البودي كونسيست اوف ا لوت اوف ميني سيلز. السيلز ايه؟ جيف اس تيشو، تيشو جيف اس اورجان، الاورجان جيف اس ايه؟ system system give us a whole body. تمام، فهنا هنتكلم عن systems. What happened to your body when you were nervous while taking a test؟ ايه اللي هيحصل لينا لجسمنا لما نبقى متوترين واحنا بناخد امتحان؟ اول حاجة you feel nervous، بتبقى متعصب او متوتر. your heart beats increases، ضربات قلبك بتزيد. Your body starts to sweat، جسمك هيبتدي يعرق. You may feel pain in your stomach، هتحس بمعدتك بتوجعك. دي بعض أعراض لما بتحس بتوتر وقلق قبل الامتحانات. أنا لغاية دلوقتي still feel pain in my stomach when I have an exam or a test. طيب which system was involved when your heart was beating quickly؟ ايه السيستم اللي مسؤول عن زيادة ضربات القلب لما قلبي بيدق بسرعة؟ اي سيستم مسؤول عن ده؟ يبقى المتعلق my heart والblood vessels، يبقى the circulatory system. يبقى the circulatory system is the system that is responsible for my heart beats. تمام؟ طيب the body as a system. طب انا اتكلمت قلت ايه؟ جسمي بيتكون من ايه؟ consists of many systems، 7 or 6 main systems، and the 7 ones is not very necessary for my life but necessary for continuing my species. طيب يبقى يعني ايه؟ يعني انا عندي 7 systems، 6 رئيسيين مهمين عشان افضل عايش، وواحد السابع مش مهم عشان افضل على قيد الحياة، ولكن هو مهم لبقاء النوع بتاعي. اول سيستم عندي ايه؟ ماسكولار سيستم، وسكيلتال سيستم، سيركيلاتوري سيستم، نيرفس سيستم، دايجستيف سيستم، اند ريسبيراتوري سيستم. يبقى انا عندي ايه هي السيستمز اللي بيتكون منها جسمي بشكل اساسي؟ ماسكولار سيستم، سكيلتال سيستم، سيركيلاتوري سيستم، nervous system، digestive system، respiratory system. جهاز الايه؟ العضلي، الجهاز الهيكلي، الجهاز الدوري الخاص بالقلب والأوعية الدموية، nervous system خاص بالأعصاب والإحساس، ال digestive system هو خاص بعملية الهضم، and respiratory system هو خاص بعملية التنفس. Each system has a specific function. كل سيستم من دول ليه وظيفة محددة، ليه دور لازم يقوم بيه عشان أفضل عايش، to stay alive، to be survive. تمام؟ يبقى all body systems work together in harmony to keep humans alive. Harmony يعني تناسق وتوافق، بيشتغلوا مع بعض عشان يفضل جسمي عايش. كل واحد فيهم depend on each other. تمام، بيعتمدوا على بعض. انا مش هينفع النيرفس سيستم بتاعي يشتغل من غير ما الدايجستيف سيستم يديله نيوترينت، وفي نفس الوقت الدايجستيف سيستم مش هيشتغل من غير ما النيرفس سيستم بتاعي يتحكم في الفانكشن بتاعته، هو يقوم بوظيفته. يبقى each of them related to each other، they complete each other. okay، طيب يبقى example of systems that work together، مين السيستم اللي بتشتغل مع بعض بقى؟ أول حاجة هو إيه؟ interaction between، طبعاً إحنا في nervous system بتحكم تقريباً في كل حاجة في حياتي. يبقى هنا interaction between the nervous system and the circulatory system. Where you feel nervous, your heartbeat increases. لما تحس أنت متوتر أو متنرفز أو في something you think about something، يبقى ال nervous system بتاعك بيأثر على ال circulatory system وبيزود ضربات القلب، بيخلي ال heartbeats بتاعتك increases. okay، طيب the interaction between digestive system
والسكيلتال سيستم، العلاقة بين الديجستيف سيستم والسكيلتال سيستم. السكيلتال سيستم عشان اتحرك محتاج طاقة عشان اتحرك، انرجي. طب هاخد الانرجي دي منين؟ اخدها من الديجستيف سيستم لما يهضم الاكل ويديني النيوترينت اللي انا محتاجاها. يبقى هنا the interaction between the digestive system and the skeletal system where the digestive system provides the skeletal system with nutrients. بتكمن في ايه؟ ال digestive system بيمد ال skeletal system بال nutrients اللي هو محتاجها needed for a growth and fracture healing والتئام الايه الكسور. يبقى ما يحصل كسر في العظام انا هيلتئم ازاي الجرح او الكسر with the nutrients which the digestive system give it or provide it to the skeletal system. يبقى النيوترينز اللي باخدها بيبقى فيها كالسيوم وفوسفورس، وده ضروري جدا عشان العظم بتاعي العظام بتاعتي تلتئم الى skeletal system. ف النيوترينز دي هي اللي هتساعد في الهيلينج اوف فراكشرز. هيلينج يعني التئام، فراكشر اللي هي الكسور. يبقى التئام الكسور محتاج نيوترينت اللي بتيجي منين؟ من الديجستيف سيستم. يبقى في انتر اكشن بين الايه سيستمز وبعضها. هعمل ايه لو انا تعرضت للدينجر، لو تعرضت لموقف خطير؟ عندي جهاز مرتبط بالنيرفس سيستم اسمه السمبثات، او جزء من النيرفس سيستم اسمه سمبثاتيك نيرفس سيستم. السمبثاتيك نيرفس سيستم ده جهاز السمبثاوي، ده مرتبط في حالات الخطر بيه هو بيتصرف. يبقى sympathetic nervous system part of the nervous system responsible for controlling. بيتحكم في ايه بقى؟ involuntary body functions. يعني ايه involuntary؟ يعني لا إرادية، حاجات مش بمزاج. زي ايه؟ هو ال nervous system بتاع دلوقتي او ال sympathetic بالذات، لما انا متعرضة لموقف خطر يبقى اول حاجه هو من تلقاء نفسه هيزود ضربات القلب، هيضخ الدم بكميات كبيره للماسلز بتاعتي، فالقلب هيدق بشكل اسرع عشان يسرع دوران الدم، هيزود معدل التنفس بتاعي، هيقفل الديجستيف سيستم والسلايفا مش وقت اكل خالص، انا في دينجر. تمام. هيعمل ايه كمان؟ هيوسع حدقه العين عشان تشوف الرؤيه اكتر، يبقى بيودي الانرجي في اماكن معينه خاصه بالدفاع. يعني انا مش هبقى واقف ثابت كده وانا بتعرض لهجوم او انا خايف. يبقى sympathetic nervous system activated in danger situation. تمام. بينشط في حالات الخطر، فبيزود الهارت بيت بتاعتي والبريسنج. يبقى when you are stressed ايه اللي هيحصل؟ the sympathetic nervous system is activated then simulate the adrenal gland. ايه الادرينال جلاند دي؟ ادرينال جلاند دي غده موجوده ربنا خلقها فوق الكدني، فوق الكليه، تشبه الايس كاب كده، بتبقى فوق الكدني فوق الكليه، خاصه بايه دي؟ بتفرز ادرينالين هرمون. الادرينال هرمون ده خاص بحالات الطوارئ، في الحالات اللي فيها مواقف خطر. انا في مثلا اسد هيجم عليا هعمل ايه؟ ما انا يا قاتل يا مقتول. فساعتها السمبثاتيك نيرفس سيستم هيضخ دم اكتر للقلب، هيخلي القلب يضخ دم اكتر ويوسع حدقة العين، يفدي برضو للمسل او الماسكيو سكيلتال سيستم، برضو هديله بلاد كتير واكسجين كتير فريزنج عشان تجري اسرع. ما هو في حاجة من حاجة، يا هتقف وتهاجم وبرضه ممكن هتقاتل بشدة، انت ممكن ما تكونش متخيل نفسك هتعرف تقاتل في مواقف دي كده، او هتجري بسرعة كبيرة جدا عشان تهرب من الموقف ده. يبقى هنا when you are stressed the sympathetic nervous system activated then simulate the adrenal gland. يبقى قلت الغدة دي غدة الادرينال موجودة فوق الكدني بالظبط، هي غدة زي الايس كاب كده ملبس الكدني اسمها الغدة الكظرية، which cause a number of changes in the body including increasing the heart rate معدل ضربات القلب، وال blood pressure
والبريسنج ريت، هتزود دوره القلب، هتزود ضغط الدم، هتزود معدل التنفس عشان ابقى على استعداد لمواجهه اي خطر، اي حاجه هتحصل. في ناس مثلا في كوبايه هتقع، فتلاقي حد بسرعه مد ايده ويمسكها، يبقى ده بسبب ايه؟ النيرفس سيستم بتاعك بيواجه مواقف. طبعا في حاجات بتبقى اكتر، الطفل هيقع فجاه الام تلحقه او الاب، بيلاقي بتوقف المواقف دي في لحظة. تمام. طيب how do body system work together in dangerous situation؟ ازاي السيستمز بتاعتي بقى بتنبه بعضها، بتشتغل مع بعضها في المواقف الخطيرة او في المواقف اللي بتستدعي كذا سيستم يشتغلوا مع بعض؟ فبيورينا هنا في واحد بيركب العجلة وما شاء الله بيطير من عليها. The opposite picture shows cycled in dangerous situation. تمام. The body system of the cycled work together to produce physical response. يبقى هنا السيستمز بتاعته تشتغل مع بعض عشان تديله ايه؟ استجابة جسدية، هو ما يقعش يتعور، هو متدرب على ده. such as increasing in the heartbeat، اللي هي زيادة ضربات القلب، to face the dangerous situation، عشان يواجه موقف الخطر. where اللي هيحصل when the eyes of the cycle to see a danger. يبقى السنسز بتاعتي هنا هتشتغل عشان تساعدني، يبقى من اول الايز بتاعتي هتشوف السيتويشن ده، خدناه في برايم 4، يبقى ايه اللي هيحصل؟ عينيا هتاخد السيتويشن تبعته بسرعة اللي بيعمل كنترولينج، مين؟ البرين. يبقى هتبعتها للبرين، البرين هياخد الانفورميشن من الاي، يعمل لها بروسيس، يترجم الكلام ده اللي هيحصل لما هو طار من العجله ده، هيقع، لا يا الحق يا مصر استعدي عشان يقع بطريقه معينه ما يتعورش، او ينط بطريقه معينه ويتني رجله عشان ما يتعورش. يبقى هنا البرين بيعمل بروسيسنج للايه؟ للانفورميشن اللي جات له دي، بيترجمها بسرعة ويرجع يبعت استجابة بقى ريسبوند للأورجان اللي هيحصل له حاجة عشان يلائم الموقف. يبقى هنا then the brain send a signal to the muscles that contract and allow his body to face the danger. So the interaction between circulatory system and muscular system are important in dangerous situations. Number two, but true or false? The brain and the heart are from parts of the nervous system. The brain will hurt your nervous system? Of course not. The brain will nervous will spinal cord from the nervous system. تمام. Number two, the interactions between body system are important in dangerous situation. التفاعلات بين body system مهمة في موقف الخطر. طبعا يعني أنا بواجه موقف خطر، لازم القلب يديني الدم اللازم، والrespiratory system يديني الأكسجين الكفاية لده، والdigestive system يديني الطاقة اللازمة اللي أنا محتاجها عشان أواجه الموقف ده كله. أوكي. طيب What do you already know about the body as a system؟ تعرف ايه اصلا عن الجسم كأجهزة؟ All systems interact and work together in an integrated way. What's meant by integrated way؟ طريقة متكاملة، بيكملوا بعض. بطريقة متكاملة، بيكملوا عمل بعض. Now let's study the following examples that show how do the nervous system, circulatory system, and digestive system depend on each other to do their functions. ازاي هما بيحددوا مع بعض، بيكملوا عمل بعض in integrated way، بطريقة متكاملة، وبيعتمدوا على بعض عشان يشتغلوا. أول حاجة مثلا عندي nervous system بتكون ايه؟ nervous cells. بتعمل ايه؟ nervous cells in the nervous system بتحتاج neutrons عشان تعمل وظائف بتاعتها، تبعت signals و receive signals برضه. طيب يبقى the nervous system في محتاج neutrons. why give reason to perform
their functions. طيب the digestive system بقى هو اللي هيديني النيوترينت، يبقى digestive system digests food والنيوترينز and transmitted بينقلها to the nervous system. طب مين اللي هينقل لي يا فندم؟ This means that the nervous system depend on digestive system to take nutrients to perform their function, okay? But the circulatory system is the postman. Neutrons are transmitted to the nervous system through the blood. يبقى مين عندي هنا اللي هينقل ال blood? This means what? This means that the nervous system depend on the circulatory system to transport or transmit the nutrients from the digestive system to the nervous system. تمام؟ طيب الأكل وصل للنيرفس سيستم الحمد لله، النيوترينز اللي هو محتاجها عشان to do its functions. يبقى النيرفس سيستم عمل ايه؟ عمل شغل خلاص، وأكل وخد الانرجي اللي هو محتاجها. Controls the muscles of stomach. يبقى النيرفس سيستم بيتحكم في عضلات المعدة، هي تنقبض وتنبسط عشان تعمل ايه؟ تخلط الأكل mixes the food with the digestive juices والستومك أسيد. تمام؟ يبقى هي بتعمل ايه؟ بتتحكم في المصل بتاع الستومك in the digestive system and the muscles of the heart. وكمان القلب بيعمل contract و relax، برضو النيرفس سيستم اللي بيتحكم فيها. تمام؟ This means that the digestive system and circulatory system depend on the nervous system to do their function. يبقى كل واحد فيهم محتاج التاني بالطريقة أو بأخرى. يبقى هنا nervous system محتاجهم عشان ياخد nutrients، هما محتاجين nervous system عشان يشتغلوا، وهكذا. فهي circle. طيب كده lesson 1 خلص. Let's exercise in lesson 1. Choose the correct answer. When you feel nervous, your heart beat increases. This indicates the interaction between the between nervous system. Your heart beat increases. ده تفاعل بين ايه وايه؟ لما انت feel nervous. The nervous system and circulatory system. تمام؟ طيب number 2. Skeletal system takes nutrients from what for growth of muscles. هو بياخد النيوترينز منين؟ from digestive system. okay. number 3. when you touch a hot cup of tea. لما تلمس كوباية سخنة ايه اللي هيحصل؟ nervous system send a message to your muscle to the muscle of your hand to contract. مين اللي هيقولها شيل ايدك بسرعة؟ مين؟ yes the nervous system. طيب in dangerous situation في مواقف الخطر your body send the information to you to the what to perform the suitable action. هيبعت مين؟ يعني هتبعت لمين المعلومات عشان هو يتصرف؟ to your brain. يبقى البرين هو اللي بيعمل processing للinformation عشان يعمل suitable action. number 5. muscles of stomach and muscles of heart can be controlled by muscles of stomach and muscles of heart can be controlled by what? Yes, by the nervous system. Okay, as I said before, the nervous system is controlled by the nervous system controlled the muscles, the contraction of the stomach and the heart. Okay, contraction relaxation. Number 6, the nervous cells depend on what system to get their needs nutrients. Nervous system depend on digestive system and circulatory system. Digestive system to provide it with nutrients and circulatory system to transport or transmit these nutrients. Okay. Number 7, the system which transfer nutrients from the digestive system to different muscles in the body is the circulatory system. Okay. Question number 2, true or false? False. All system number 1, all system in your body work together in an integrated way. Yes, of course. Integrated way means complete each other. تمام؟ When your body hear a clock alarm. لما تسمع صوت منبه, your brain send a signal to the muscles to move and wake up. No.
When you hear a clock alarm, your ears send a signal to your brain, so your brain wake up your body. Okay. Number three, in dangerous situations, the nervous system only allows your body to face the danger. No, not only your nervous system and your muscle system, muscular system, and your heartbeat, your circulatory system, both of all of those work together in integrated way to perform this action. Digestive system, number four, can digest food without the help of nervous system. Of course not. Muscles of the heart are controlled by nervous system. Yes, the nervous system controls the muscle contraction. Question number three, complete the following sentences, uses the words blue. When, number one, when you feel nervous, there is an interaction between circulatory system and, yes, nervous system. Okay, fine. Number two, when you touch a sharp thorn, لما تلمس sharp thorn يعني شوكة, your hand moves away quickly, تشيلك بسرعة. ليه؟ Due to the interaction between nervous system and muscles in your hand, والعضلة فيها تشيل ايدك بسرعة. Okay. Number three, when you smell a fire smoke, لما تشم ريحة دخان, مين اللي هيبعت message to your leg? The brain send a message to your legs muscle to walk towards the fire location. Number four, the interaction between the body systems is important in any danger situation. Okay. Give reason. Digestive system helps skeletal system in fracture healing. في التئام الجروح أو الكسور, digestive system بيساعد الجهاز الهيكلي بتاعنا, الهيكل العظمي, إن هو يشفي الجروح الكسور بتاعتنا. إزاي؟ Because the digestive system provides the body with needed energy, يديه الطاقة اللي محتاجها اللي هي nutrient to grow and healing fractures. Okay. طيب number two, the nervous cells in the nervous system need nutrients. ليه؟ Because the nervous system need nutrients to perform their function. عشان هي محتاج الانرجي عشان يعمل وظائف بتاعته. طيب question number seven, write the scientific term, the system that provides the body response with nutrients. مين السيستم اللي بيدي للجسم النيوترينز اللي محتاجها؟ Yes, of course, the digestive system. They allow, number two, the system that allow us to move when our muscle contract. مين اللي بيسمح لنا نتحرك لما العضلات بتاعتنا بتنقبض؟ مين؟ طبعا ال muscular system, جهاز العضلي. طيب number three, the system that responsible for transporting nutrients to the muscle cell. مين اللي هينقل الأكل مكان لمكان؟ طبعا ال blood وال blood vessels, يبقى circulatory system. Type number four, the system that controls the muscle, بتحكم في muscles بتاعت my hand, my heart, and my stomach. طبعا هيكون مين؟ The nervous system, هو بتحكم في كل حاجة. احنا كده خلصنا lesson number one في concept one two. كده احنا وصلنا لنهاية السيشن النهاردة, اتمنى تكونوا استفدتوا, واشوفكم ان شاء الله في سيشن جديدة يوم الاربع القادم. كانت معكم مس شيماء عزيز, شكرا جزيلا.